ايضا على المباراه بكل تاكيد في ايجابيات في هذه المباراه، في سلبيات هيقع عندها كابتن حسام حسن هيحاول اصلاحها خلال الفتره القادمه، كان في سلبيات هتظهر من خلال المباريات الوديه ايوه يبقى هتظهر في المباريات الرسميه ايوه في المباريات الصوت بيروح قوي. عارف. وبالتالي انا مبسوط جدا تمام. اذا كانت في سلبيات ظهرت هيقدر الكابتن حسام يعالجها خلال الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله. وزي ما انت قلت عندنا غيابات في المنتخب المصري، مين مع الغيابات تواجد اللي كانت مهمة من امبارح؟ يعني بكل تاكيد انا سامع مقدمتك. بص ما فيش حد ابدا عاقل يقدر يقول لك ان عدم وجود محمد صلاح مش مقصر، لا وجود، احنا محتاجين قائد زي ما لوكا مودريتش كان قائد للمنتخب الكرواتي داخل المستطيل، محتاجين واحد بحجم محمد صلاح يكون موجود مع المنتخب المصري، محتاجين حرس المرمى واحد بحجم محمد شناوي برضه بيدي الثقه والامان مع كامل الاحترام لكل الموجودين بيدوا دورهم كل ما في وسعهم، محتاجين برضه عوده امام عاشور بعد الاصابه، عندنا اكثر من لاعب طبعا زيزو، عندنا اكثر من لاعب مهم ان شاء الله باذن الله يكونوا موجودين مع الكابتن حسام وفق رؤيته الفتره اللي جايه ان شاء الله. زي ما انت قلت برضه هاخد منك وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، وانا بقولها مرارا وتكرارا هو رب الاسره الرياضيه المصريه، ايوه والراجل لا يالو جهدا على لو وجد اي شيء او يعني غير ايجابي في منظومه الكره المصريه بيسعى دائما الى اصلاحه. وبالتالي انا معاك تماما ان في تنسيق كامل من قبل وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي مع الجهاز الفني مع الاتحاد المصري لكره القدم وطبعا مع نجمنا الكبير كابتن محمد صلاح، ان المعسكر اللي جاي يكون موجود كابتن محمد صلاح ان شاء الله باذن الله. وزي ما بقول مره وتكرار كابتن حسام حسن اكد هو وجهازه الفني على اهميه وجود محمد صلاح في المنتخب، واكيد محمد صلاح يعي جيدا وجود كابتن حسام كمدير فني لمنتخب مصر، ده قيمه وده قيمه بكل تاكيد، وان شاء الله باذن الله يكون موجود ويكون قائد لمنتخب مصر في الفتره اللي جايه. بإذن فانا شايف ان المعسكر ده استفدنا منه كتير جدا على المستوى الفني وعلى المستوى اللوجستي للتدعيم تمام المنتخب خلال الفتره القادمه، تمام والقادم يكون افضل ما باذن الله. بين نهاية معسكر مارس وبداية معسكر يونيو، هل من طلبات قدمها الكابتن حسام حسن في الفترة اللي جاية استعدادا للماتشين الرسميين، تصفيات كأس العالم بوركينا وغينيا؟ طبعا اي طلبات هيتقدم بها الجهاز الفني احنا قلناها قبل كده ان الاتحاد المصري برئاسه الاستاذ جمال علام على طول هيستجيب لاي مطالب للجهاز الفني سواء كان مباريات وديه او خلافه. طبعا برضو بقول ان معانا دور الرابطه برضو في تاجيل المباريات، الناس ما بتاخروش في مباريات الدوري، نأجل فطبعا براحتنا. فطبعا الكابتن انا بهزر، مش براحتنا لا قوي، مش عمليه عايزين براحتنا الدوري يعني ده احنا يكمل. ان شاء الله هيكمل ان باذن شاء الله. الله. احنا بس عاوز اقول ان طبعا هيبقى في جلسه اكيد وهيقدم الكابتن حسام تقريره الفني عن البطوله اللي فاتت، وان شاء الله باذن اللي جاي نشوف يعني مستوى افضل لمنتخبنا ان شاء في الله المباراتين المهمتين جدا ان اللي شاء الله. هيكونوا صعودنا من خلالهم لكاس العالم ان شاء الله. طيب، باذن الله.